في عالم الشهرة والأضواء تبرز أسماء قليلة كالنجم الساطع في سماء الموضة والجمال. واحدة من هؤلاء النجوم هي فوز الفهد، عارضة الأزياء وخبيرة التجميل الكويتية. ولدت في 10 من مايو من عام 1990. فوز جعلت من اسمها علامة بارزة في عالم التجميل والأناقة، ليس فقط في الكويت بل في الشرق الأوسط بأسره. منذ ظهورها الأول سحرت جمهورها بجمالها ونصائحها الفريدة التي تقدمها لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تميزت بقدرتها الفائقة على تحويل أي مظهر عادي إلى ساحر، مما جعلها واحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة في هذا الميدان. نشأت فوز في بيئة متعددة الثقافات، تنقلت بين لندن والشرق الأوسط، مما أكسبها نظرة واسعة وشاملة على الجمال والأناقة. بعد تخرجها من الجامعة خططت لدراسة الإدارة، لكنها وجدت نفسها تنجذب نحو عالم التجميل بكل شغف. لم تنتظر طويلا، بل استغلت تلك الفترة التي كانت مقررة للدراسة واندفعت بكل طاقتها نحو تحقيق أحلامها في مجال التجميل. الدعم الذي تلقته من أسرتها وحبها للناس كانا العاملين الأساسيين في نجاحها الكبير على السوشيال ميديا، رغم أنها تواجه أحيانا تحديات تتعلق بانعدام الخصوصية والتعليقات السلبية التي تفضل تجاهلها أو حظر المسيئين. مع هذا النجاح الباهر لم تخلو حياة فوز من الأزمات. في 27 من يوليو من عام 2020 أصدر النائب العام الكويتي قرارا بالحجز على أموال 10 مشاهير من بينهم فوز بتهمة غسيل الأموال. وقد عممت وزارة الداخلية الكويتية أسماء هؤلاء المتهمين على جميع المنافذ الحدودية لمنعهم من السفر. بعد تحقيقات مطولة أفرجت النيابة العامة عن فوز بكفالة مالية كبيرة بلغت 20,000 دينار كويتي. كان لهذه الأحداث تأثير كبير على حياتها، لكنها واجهت كل ذلك بشجاعة وعزيمة. الشائعات لم تترك فوز في حالها، فقد انتشرت شائعة حول اعتزالها ردت عليها بطريقة مرحة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت في مقطع فيديو قائلة: أريد أن أبلغكم أن خبر الاعتزال صحيح وأتمنى منكم أن تفرحوا معي. ولكن سرعان ما عادت وأوضحت أنها كانت تمزح، مؤكدة لجمهورها أنها باقية في عالم التجميل والأناقة. وعن حياتها العاطفية، تزوجت فوز من رجل الأعمال الكويتي عبد اللطيف الصراف في 17 من مارس من 2020. كان حفل زفافهما محط أنظار الجميع، حيث قدم لها زوجها مجوهرات تقدر قيمتها بأكثر من 681,000 دولار أمريكي. على الرغم من أن عبد اللطيف يفضل البقاء بعيدا عن الأضواء، إلا أنه ظهر معها علنا لأول مرة في معرض إكسبو دبي في عام 2020. هذا الظهور العلني كان بمثابة احتفال بحبهما الذي أثمر عن ولادة ابنهما أحمد في لحظة ملؤها السعادة والتأمل. وقد عبرت فوز عن فرحتها تلك عبر حسابها في إنستغرام بقولها: الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة. وفي تلك المناسبة أهداها زوجها حقيبة هيرمس كروكودايل الفاخرة، وهي واحدة من أغلى الحقائب في العالم. مع نهاية سبتمبر 2022 استقبلت فوز وزوجها مولودهما الثاني، فتاة أسمياها فوز لتكتمل بذلك فرحتهما. وقد أعلنت فوز هذه الأخبار السعيدة لمتابعيها دائما عبر حسابها في إنستغرام، معربة عن فرحتها الكبيرة وتطلعاتها المستقبلية لأطفالها. قصة فوز هي حكاية امرأة صنعت نجاحها بيديها وواجهت الكثير من الشائعات والأزمات بشجاعة لتتمكن من البقاء أيقونة للجمال والأناقة في العالم العربي. هي رمز للثقة والجمال الداخلي والخارجي، ودليل على أن الدعم الأسري وحب الناس يمكن أن يقودك إلى تحقيق أحلامك.